ادانت المنظمه العربيه لحقوق الانسان تمويل السلطات القطريه لجماعات متطرفه تحت شعار العمل الخيري والهبات الانسانيه والانشطه الاغاثيه وطلبت المنظمه من اللجان والهيئات التي تحقق في الانشطه الخيريه في بريطانيا سرعه نشر نتائج تحقيقاتها مع الالتزام بكامل الشفافيه عند تزويد الراي العام البريطاني والعالمي بحقيقه ما تقوم به قطر من دور مالي لدعم التطرف والارهاب باسم العمل الخيري وشدد رئيس المنظمه عبد الرحمن نوفل من جنيف على اهميه ما نشره موقع نيو اوروبا من معلومات مفادها ان الحكومه القطريه تمول مؤسسه خيريه مشبوهه مقرها لندن خضعت اعمالها للتدقيق في بلدان عده لارتباطها بالتطرف